السلام عليكم اخوان. في هذا الفيديو غنشوف واحد المشكل ديال الديماراج ديال الدي 65. كما كتشوفوا معايا لقينا المشكل في البواطي الاولى وجنا بواطي وما جات ديماري. المهم كنحيدوا هاد لي بروم كيكونوا فيه المعلومات ديال الديماراج ديال لونتي ديماراج. المهم كنحيدوا هاد لي بروم كنحيدوه نديزاكتيفيو من الكارت مير، كتبقى بلاصتو خاويه كنحتفظوا به. هو ما ربنا غنبغيو نردوا الكود ولا شي حاجه كنخليه عندنا. هذا دابا حيدناه، حنا غادي نشوفوا الديماراج. كما كتشوفوا كاين واحد النقطه، كاين هذا الخيط الكري. الا ما حيدتوش، الا حيدتو على لي بروم وما حيدتوش هذا الخيط الكري، راه ما غاداش ديماري لكم الطوموبيل. غتبقى الدور ما ديماريش. هذا هو اللي كاين. هاد الافاده بغيناكم تستافدوا منها، وتحياتي لكم الاخوان. والمهم فين ما كيكون شي جديد راح نلوحوه، راه عندي فيديوهات بزاف ان شاء الله غادي نلوحهم لكم. كما كتشوفوا معايا هذا هو الخيط اللي قلت لكم كنقطعوه، وكان هاد البلاصه ديال لي بروم اللي حيت راني غادي رجعت ليها البلاستيكه ديالها ودرت ليها الكولا سبيسيال ودرت ليها من الفوق داك كنقولوا ليها حنا الشمع، المهم باش ما يدخلش الماء. وبغيت يتكاشي بشي حاجه كاشيه.